ابو حسن احنا اليوم سالفتنا بصراحه مستكم إن شاء الله التجار هيا. والله اذتنا لا احنا مسيناكم لانه اريد نعرف الحقيقه ابو ابو حسن التمنات ليش صعدن؟ صارن صارن ذهب الدهن ليش صعد الكرتون صار 55 المنشا من هناك صاعد تمن من هناك المنشا صاعد أه. شغلات بحر ما بحر صين ما صين زين سوى دول سياسه ما سياسه اجت هنا دولتنا الحاليه ما رثت بينا صعدت الورق هذا عندنا معمل الحله ذاك اليوم طلعوا عليه مظاهرات على ابو شكر الصاعد وزيت أيوة. الصاعد هسه هو معزل بابا قاعدين قمنا نجيب شركه من تركيا وزيت من تركيا قاب نار زي. بعد الكرتون صارت كانت ب 40 هسه الكرتونه ب 50 الشكر آه كان حسن ب 55 حسن بعد اغلى يعني نوعيات طب التركي المستورد، التركي المستورد اغلى من العراقي فالدوله لا موفر الورق نزل الورق لا الورق منزلته أيوة. ولا الرواتب طلقتها ولا الميزانيه طلقتها وجاينا موسم رمضان خوش برمضان بعد اسوء تصير يحدون سنونهم ما يحد احنا لا تكيف تاجر يحمل الف خمسمية يستفاد الف خمسمية اذا يصعد ألاف راح البضاعه تنام آه. الهندي يريد فلوس العراقي يريد فلوس الورقي يريد يجي فلوس والمواطن قاعد المواطن لا مستلم راتب الجندي لا مستلم راتب الحجي لا مستلم راتب زين اكو حل اكو حل وعلاج الحال, يم... الحال يم الدوله شو تسوي الاجراءات مثلا شو تسوي؟ انا اقول لك هسه النفط صعد النفط مو صعد والدولار صاعد زين انت اطلق الميزانيه اطلق رواتب سوى اعمال اعمال حره الشعب عراقي يشتغل ذاك اليوم بنجلاديش كفوهم كف م. على السناد السيد المصطفى الله يحفظه ولا قلنا زين نشتغل بالاستخبارات زين. راح يجيب العماله المصريه احنا المصريين سموا بينا بوقت الملعون ذاك صدام بوقت الاحتلال هاي الشباب شوف هذا بالكاسكيت ذاك الوقت متعينين ذولا قبل طردوهم الزلم لفوه